تابعت المحكمة العليا في العاصمة الألمانية برلين الاستماع لشهود جدد في قضية موفق دال والمتهم بجرائم حرب في سوريا. في يوم الخميس في 22 من شهر أيلول الجاري تم الاستماع لشاهدة جديدة وهي الشاهد رقم 3، حيث قدمت الشاهدة معلومات عن الحادثة والتي وقعت في مخيم اليرموك في العام 2014 وراح ضحيتها 7 مدنيين بالإضافة إلى جرحى، وقالت بأن المتهم هو من قام بإطلاق قذيفة مضادة للدروع على تجمع للمدنيين، وكان ذلك في منطقة الريجي وسط مخيم اليرموك، حيث أطلق قذيفة مضادة للدروع على تجمع المدنيين، وتسببت هذه القذيفة بمقتل 7 مدنيين بالإضافة إلى وقوع جرحى. وقالت إن من بين الضحايا كان هناك أطفال. في الواقع ذكرت تفاصيل الحادثة في مكانها وفي تاريخها ومعلومات كاملة وأين كانت تقف بالضبط، بالإضافة إلى مشاهدتها للمتهم وهي كانت بعيدة عنه أثناء إطلاقه للقذيفة. وأيضا تم عرض خرائط ومخططات للموقع الذي حصلت فيه تلك الحادثة، وعرضت المحكمة خرائط جوجل وخرائط بيانية، وطلبت من الشاهدة تحديد موقع الحادثة، وقالت لها طلبت منها أيضا إيضاحات عن موضوع طبيعة سكنها في مخيم اليرموك، متى جاءت إلى ذلك المخيم وكم هي المدة التي أمضتها في المخيم. أيضا كان هناك أسئلة في الواقع، أسئلة كثيرة جدا من رئيسة الجلسة القاضية، والتي سألت الشاهدة أسئلة عديدة وتفاصيل دقيقة جدا، وطلبت منها روايات دقيقة عن الحادثة بالأرقام وبالتفاصيل، وسألتها أيضا عن المسافة التي كانت بين المتهم وبين المدنيين. وأيضا في الواقع الشاهدة بدت متوازنة وبدت واثقة من نفسها أثناء حديثها، في حين كان المتهم في الواقع مرتبك وخائف وهي على غير عادته في الجلسات السابقة. استمرت الجلسة لحوالي 5 ساعات، بدأت من الساعة 9:30 من صباح يوم الخميس واستمرت إلى ما بعد الساعة 3، تخللتها استراحتان في الجلسة. ومن المفترض أن تستمر المحكمة في الاستماع لشهود جدد في قضية موفق دال في شهر تشرين الأول الجاري. من المفترض تدقيق صور وفيديوهات كانت قد وردت للمحكمة وسوف تدققها، وأيضا هناك استماع لشهود جدد في قضية موفق دال. وفي الواقع تستمر هذه المحاكمات في أوروبا لمتهمين بجرائم ضد الإنسانية عن طريق شهود في متواجدين في أوروبا، ومن المفترض أن تستمر تلك المحاكمات في أكثر من محكمة أوروبية وفي أكثر من مكان في أوروبا. من أمام المحكمة العليا في برلين، عبد الرزاق صبيح، حالة باليوم.